أهلا بكم مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة على شاشة النيل للأخبار لأهم وأبرز المستجدات. نخصص هذه التغطية للحديث عن السباق إلى البيت الأبيض بين دونالد ترامب وكمالا هاريس والحرب في قطاع غزة والتأثيرات ما بين الملفين، حيث أدى التعامل الأمريكي مع الحرب الراهنة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي نجم عنها حتى الآن كارثة إنسانية على نطاق واسع، دعا إلى إيجاد حالة من التجاذب والاستقطاب في الداخل الأمريكي ما بين مؤيد ومعارض، وهو الأمر الذي سيمتد تأثيره بطبيعة الحال إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. هل تستطيع كمالا هاريس، أصبحت مرشحة ديمقراطيين رسميا في هذه الانتخابات، هل تستطيع هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل؟ وأيضا ما مدى تأثر الحرب في غزة بشخص القادم إلى البيت الأبيض أو شخص المنافس إلى السباق في البيت الأبيض؟ هل تعامل إدارة بايدن مع الحرب في غزة حتى الآن قد يؤدي إلى عرقلة مسيرة الديمقراطيين في هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ هذه الأسئلة وأكثر نطرحها على ضيفنا الكريم في هذه التغطية وأصحابنا فيها بالرأي والتحليل، الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي. أهلا بك. أهلا بكم ومشاهديك. أهلا بك على شاشة النيل للأخبار. إلى هذا التقرير مباشرة وبعده الحديث عبر هذه التغطية، ابقوا معنا. تصدرت كاميلا هاريس المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تمكنت من الحصول على دعم العدد الكافي من المندوبين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية ومواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وفي مسعى لإنزال الهزيمة بمنافسها الرئيس السابق، شنت هاريس هجوما لاذعا على ترامب وأنصاره الجمهوريين المتطرفين بينما كانت تلقي كلمة أمام نقابة للمعلمين. وتمكنت كامالا هاريس أول نائبة رئيس في الولايات المتحدة والتي تسعى لصنع التاريخ في شهر نوفمبر القادم من استقطاب موجة كبيرة من الدعم من نقابات عمالية وأقليات عرقية منذ إعلان ترشحها بدلا من الرئيس جو بايدن. وربطت المدعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا المناسبة برسالة رئيسية لحملتها حول رفض العودة إلى أمريكا ترامب، وأشادت بجمهوريها على حد وصفها بأنهم أصحاب رؤى يتطلعون للمستقبل. وبينما دأب بايدن على استهداف ترامب باعتباره تهديدا للديمقراطية، اعتمدت هاريس نهجا مختلفا أكثر شخصانية بالتركيز على سجل الرئيس السابق كمجرم مدان. وتحت شعار نختار الحرية، تدعو هاريس الناخبين الأمريكيين إلى الاتحاد ضد مشروع 2025 الذي أعده العديد من مساعدي ترامب الحاليين والسابقين بهدف الترويج لمركزية السلطة في الرئاسة الأمريكية. في المقابل تعهد ترامب البالغ من العمر 78 عاما والذي بات أكبر مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة بأنه لن يمنح سنتا واحدا من الأموال الفيدرالية للمدارس التي تفرض التطعيم. وحاول ترامب مؤخرا أن ينأى بنفسه من البرنامج المؤلف من 900 صفحة والذي من شأنه إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية على صورته وإزالة الضوابط على سلطته وتطهير الإدارة بأكملها من المسؤولين غير الموالين له. لكن مع ذلك فإن البرنامج يتوافق بشكل وثيق مع العديد من السياسات التي قال ترامب وأقرب مستشاريه إنهم يريدون اتباعها. أتوجه مباشرة إلى ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ العزب الطيب الطاهر. أستاذ العزب، يعني هذه الانتخابات الأمريكية لا يمكن أن نفصلها بأي حال من الأحوال عن الحرب في غزة، كان لها تأثير كبير على مسار هذه الحرب، وأيضا أثرت الحرب على مسار هذه الانتخابات وربما ساهمت في ارتفاع أرصدة البعض وانهيار أو ضعف في أرصدة آخرين من الأسماء التي كانت مطروحة على الشعب الأمريكي. السؤال مباشرة، هل يختلف موقف أمريكا من القضية الفلسطينية باختلاف القادم إلى البيت الأبيض أي مكان؟ لا في تقديري، يعني قراءة مسار التعاطي الأمريكي مع الأحداث بالذات في قضية فلسطين
على مدى 75 أو 76 عاما المنصرمة لم يختلف ما بين إدارة جمهورية أو إدارة ديمقراطية، وإن كان يحدث اختلاف في الأسلوب. ورأينا على سبيل المثال ترامب عندما كان في السلطة كيف تعامل بعجرفة بجرأة في كسر كل التابوهات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واتخذ قرارات تجاوزت حتى التصورات الأمريكية الداخلية عندما اعترف بالقدس العربية المحتلة عاصمة الكيان الصهيوني. نعم. ونقل سفارة بلاده إلى 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 هذه المدينة العربية، وثم قام بما يسمى بطرح مبادرة صفقة القرن، وهي أقل من دولة بالنسبة للفلسطينيين، مجرد كانتونات تجمع بينها سلطة ذاتية. ثم الخطوة الأهم وهي إقناع بعض الأطراف العربية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني في مرحلة خطيرة، وأعلنت رفضه لما يسمى بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين. عندما جاءت بايدن في حملة انتخابية تبنى حل الدولتين وحل الدولة الفلسطينية، ولكنه الفرق بين ترامب وبين بايدن أن ترامب كان يفعل ما يقول، لكن بايدن كان لا يحول على الإطلاق ما يقوله إلى فعل. إلى فعل. نعم. وتلك هي المعضلة. وبالتالي أنا لن أتوقع تغييرا كبيرا سواء جاء ترامب إلى السلطة أو هاريس جاءت إلى السلطة أو أي مرشح آخر من الحزب الديمقراطي، وإن كانت هي المرشحة الأكثر احتمال حتى هذه اللحظة. لكن ترامب سيكون سيعمل على رفع المزيد من صوته المؤيد للكيان الصهيوني، المزيد من تقديم الدعم للكيان الصهيوني عسكريا وسياسيا ولوجستيا وغيرها. ولذلك نرى أن نتنياهو يعمل كل ما في وسعه الآن. نعم. لإهدار الزمن وإهدار الوقت فيما يتعلق بصفقة بوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى حتى انتهاء فترة بايدن. نعم. والإدارة الحالية. طيب، يعني نعود ربما أقل من 24 ساعة إلى الوراء، عندما قابلت كمالا هاريس بنيامين نتنياهو في إطار الزيارة التي يقوم بها للولايات المتحدة، رصد البعض تغير نسبي في بعض التعليقات التي صدرت من هاريس. أطرح على حضرتك بعض منها. هاريس قالت ما حدث في غزة مدمر ولا يمكن أن نشيح بوجوهنا عن هذه المأساة. هاريس قالت أيضا أنه حان الوقت لإنهاء هذه الحرب. هاريس تقول أنه قلت لنتنياهو أن الوقت حان لاعتماد وقف إطلاق النار، وأكدت على التزام أمريكا بحل الدولتين، وقالت جملة البعض يعني أخذها حتى عنها، يجب أن ندين جميعا العنف والإرهاب. هي تتحدث بشكل عام، لا تستطيع أن تستخلص من كلامها أنها تدين الفلسطينيين أو تدين الإسرائيليين والعكس، هي تتحدث في المطلق. لكن البعض رأى في ذلك ثمت بوادر دفء فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية. هل نأخذ الأمر في هذا السياق أم أننا ما زلنا بعيدين؟ أنا لا أثق في أي مسؤول أمريكي عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع الكيان الصهيوني. الفرق بين بايدن يعني بايدن بين خندق بايدن ثم هاريس القادمة في الإدارة الديمقراطية. نعم. وبين ترامب أن كلاهما يتبنى المشروع الاستعمار الاستيطاني للكيان الصهيوني، لكن كل خندق منهما يتعامل بلهجة تختلف أو بأسلوب يختلف عن الآخر، يصلان إلى نفس النتيجة ولكن عبر طريقين مختلفين. يعني لاحظ، أول عبارة قالتها هاريس لنتنياهو أنا سأدعم حماية أمن إسرائيل. إذن الموضوع انتهى مهما تقول بعد ذلك من عبارات، والبعض كما ذكرت يصفها أنها قد تجسد حالة من الدفء أو تغير في الموقف الأمريكي. لن يتغير الموقف الأمريكي، لكن كما قلت يعني بايدن إذا جاء إلى السلطة سيقول نتنياهو بصوت عال ومرتفع وبجرأة اقتل واذبح الفلسطينيين استمر. نعم. لكن هاريس إذا جاء ستقول له
اقتل بهدوء. في النهاية كما ذكرت أنت النتيجة واحدة وهي القتل. هي تتكلم عن سرعة وقف اطلاق النار وحان الوقت لإنهاء الحرب، هذا الكلام بالنص قاله بايدن قبل في أول يونيو الماضي عندما طرح صفقة للتوصل لوقف اطلاق النار ولإطلاق سراح الأسرى الصهاينة في غزة، قال حان الوقت لإنهاء الحرب. لكن هل انتهت الحرب؟ شهران الآن أو أكثر، ونتنياهو يتلاعب بأفكار بايدن وبما طرحه، رغم أن بايدن قال أن هذه المبادرة منه حصل عليها هي مبادرة الكيان الصهيوني أو مبادرة نتنياهو. نعم. ولكن رأينا كيفية التلاعب بالألفاظ والمصطلحات، وكيف على مدى هذه الأشهر يرسل نتنياهو وفوده إلى القاهرة وإلى الدوحة وإلى باريس، ولكنه لا يمنح الصلاحيات الكاملة. وحتى الوفود، رؤساء الوفود من الأجهزة الأمنية الصهيونية انتقدوا أداء نتنياهو في هذه المفاوضات، وقاد داخل الجيش الاحتلال. نعم. الجيش الاحتلال ينفذ سياسة نتنياهو بالقتل المنهك في غزة، لكنهم انتقدوا عدم وجود إرادة حقيقية لدى نتنياهو لإبرام صفقة. صفقة الآن كما تقول الأنباء الواردة من أمريكا، وحتى هاريس قالت لنتنياهو قالت الآن أن الصفقة، صفقة وقف إطلاق النار والتوصل وإطلاق سراح الأسرى، موجودة على الطاولة بهذا النص قالت لهم. صحيح. طب لماذا لم يستجب لا بايدن ولا استجاب رغم أن الكل الأطراف الأمريكية والإسرائيلية تؤكد أن هناك ثم التقدم، لكن لا أحد يتحدث عن ماهية هذا التقدم وما الذي يعرقل المزيد من التقدم. لكن الجانب مصر عبر التصريح الذي أصدره مصدر رفيع المستوى قبل يومين عندما قال أن نتنياهو نفت أن يكون هناك تقدم، وأنا أثق في الرؤية المصرية لأنها رؤية واقعية وحقيقية، رأت أن نتنياهو يحاول قبل أن يلقي خطابه في قال التصريح قبل أن يلقي خطابه في أمام الكونغرس، يحاول أن يتلاعب بالألفاظ ويحاول أن يقدم صورة غير حقيقية عما يحدث. نعم. المشكلة تكمن في هذا الذي يسمى نتنياهو، هو الذي يراوغ. نعم. ويستخدم منهجية المراوغة قد تبدو للبعض أنها تنطوي على ذكاء، لكنها تعكس حالة غباء سياسي وضيق أفق غير موجود. يكفي أن بعض النواب الديمقراطيين الذين قاطعوا خطاب نتنياهو وهم تقريبا 85 نائبا قاطعوه، أغلبهم من التيار الديمقراطي التيار اليساري داخل الكونغرس داخل الحزب الديمقراطي، وحتى بعض الجمهوريين قاطعوه، وصفوا بأنه أسوأ رئيس وزراء يأتي لإسرائيل منذ أن نشأت على جماجم الفلسطينيين في 1948، واتهموه بأنه مجرم حرب. نواب أمريكيون قالوا ذلك، لكن طبعا رأينا الأغلبية تصفق له وتقف على قدميها مبتهجة بما قاله من عبارات هو استعان بخبراء من العلاقات العامة داخل أمريكا بحيث تكون عباراته قصيرة في الخطاب وتتفاعل مع المنظور الأمريكي، ذلك صفق له البعض لنشهد هذه الحالة التي حتى هي وصفت من أطراف أمريكية بأنها سيرك. بالضبط، شرك وعرض استعراضي. وحتى رئيسة مجلس النواب السابقة بيلوسي انتقدت هذا الخطاب وصفته بأنه واحد من أسوأ الخطابات التي يعني قيلت في أمام الكونغرس. نعم. وهي معروفة حتى بدعمها للكيان الصهيوني، لكنها يعني قدر من النقول قدر من الموضوعية. إذن نحن أمام حالة ارتباك سياسي أمريكي، والأسف كما ذكرت لن يقدم أي مرشح قادم تغييرا حقيقيا في جوهر السياسة الأمريكية، لأن هناك التزام أمريكي مطروح منذ سنوات تقريبا. نعم. بأن أمريكا ملتزمة. نعم. أيا كانت الإدارة بحماية أمن إسرائيل، والأخطر بأن تكون أكثر قوة من الناحية العسكرية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية على كل
جيرانها، حالة التفوق. طيب يعني لا أريد تفويت فرصة ما تحدثت عنه حضرتك من الجانب المصري أو عن الجانب المصري، لنتوقف قليلا عند تصريحات نسبت إلى مصدر مصري رفيع المستوى قبل ربما ساعة ونصف من الآن. هذا المصدر أكد أن مصر تؤكد لكافة الأطراف المشاركة في اجتماع روما تمسكها بضرورة الوصول لصيغة اتفاق تقضي بوقف إطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار هكذا وصفه، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لو فصلنا في هاتين النقطتين لربما نصل إلى نتيجة أنه يعني نضع هذا التصريح في الميزان في مقابل التصريحات بأن هناك ثمة تقدم، لكن دون أن نعلم هذا التقدم. هذا يضعنا ونحن نثق بطبيعة الحال في ما يصدر عن الجانب المصري، نحن ما زلنا بعيدين عن اتفاق، أليس كذلك أم أن ربما القراءة تختلف؟ لا، أنا أتفق تماما مع المصدر المصري، وهو يعبر عن الجهة التي تدير المفاوضات بوضوح. يعني الجهة تدير المفاوضات تشرف على الملف الفلسطيني هي جهة المخابرات العامة، وهي جهة وطنية كما نعلم جميعا، وتعمل لصالح الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي ككل. نعم. وتعمل لصالح الشعب الفلسطيني. ومن ثم عندما يتحدث مصدر رفيع المستوى بها بتصريح محدد العبارات وواضح القسمات يعكس حقيقة الموقف المصري. الموقف المصري لأنه هو الذي يشرف إلى جانب قطر وبالتنسيق حتى مع واشنطن على المفاوضات الخاصة بالتوصل لصفقة وقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وهو تابع بوضوح مراوغات الجانب الصهيوني على مدى الأشهر العشر الماضية. ومن ثم الموقف المصري لم يتغير، هو محوران يركز على محورين أساسيين، هو سرعة وقف إطلاق النار ثم إرسال المساعدات. ومن الذي يعطل أو يعرقل كلا المحورين هو الكيان الصهيوني، وفي المقدمة منه رئيس وزراء هذا الكيان نتنياهو، الذي كما قال الكسلون وباعتراف الرئيس الأمريكي نفسه بايدن قال أن نتنياهو يريد أن يطيل أمد هذه الحرب حتى يبقى في السلطة. ليس كلامي رغم وكلام كثيرين من داخل الكيان الصهيوني، سواء من المعارضة أو من القيادات العسكرية الأمنية السابقة. لاحظ أن عدد من رؤساء الأركان السابقين أرسلوا للكونغرس الأمريكي قبل أن يلقي بايدن خطابه، أرسلوا برسالة قالوا لهم فيها إن نتنياهو الآن يشكل تهديدا وجوديا على الكيان الصهيوني. إذا كان نفر من أهله من داخل هذا الكيان يتكلمون عن نتنياهو بأنه يشكل تهديدا وجوديا على أمن إسرائيل، على أمن الكيان، ما الذي يمكن أن يقوله الآخرون؟ هؤلاء كانوا معه في السلطة وقادة عسكريون سابقون ويدركون تماما الخارطة النفسية والسيكولوجية، ومع ذلك هذا هو رأيهم. هذا هو رأيهم. طيب لو توقفنا عند خريطة ترتيب زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة وأيضا ترتيب اللقاءات، يعني يلتقي بايدن، يلتقي ترامب، يلتقي كامالا هاريس، كما يبدو أن نتنياهو يحاول أن يلحق بكل الأطراف أو يفتح خطوط تواصل وقنوات اتصال أو يجدد هذه القنوات مع كل الأطراف الحالية والمستقبلية المحتملة في كل الاتجاهات. هل هذا يعني أن ربما نتنياهو يخشى من تغير الشخوص أو الأحزاب التي ستكون في مقابله في الولايات المتحدة أم لا؟ أنا أود في البداية أن أقول ملاحظة بالغة الأهمية، وهي أن نتنياهو ظل على مدى الأيام، هو سافر إلى واشنطن يوم الاثنين الماضي، وكان من المتوقع أن يلتقي الرئيس بايدن يوم الثلاثاء الماضي، ولكن لأن بايدن أصيب كما يقال بكوفيد 19 وكان يعني مريضا، تأجل اللقاء إلى الخميس أمس مع ثم تحدد لقائه مع هاريس يعني أيضا في وقت لاحق. ثم وجه له الدعوة ترامب ليزوره في منتجعيه اليوم، من المفترض أن يكون اللقاء يجري الآن أو بعد قليل بالتوقيت الأمريكي، لكن ظل على مدى ثلاثة أيام لم يلتقي بأحد من المسؤولين الأمريكيين، بل قيل
من وكالة الأنباء ووسائط الإعلام أنه قوبل بالفتور بالذات من إدارة بايدن، لأن هو يعني على الرغم من كل ما قدمه بايدن له كان ينتقد بايدن ويتهم أنه لم يوصل له الأسلحة التي يريدها جيش الاحتلال. قبل بالفتور، لم يلتقي خلال هذه الأيام أساسا إلا مع وفد يضم عائلات الأسرى جاءوا معه على متن طائرته التي نقلته إلى واشنطن. ثم طبعا لأن الكونغرس الأمريكي بأغلبيته الجمهورية هم الذي وجهوا له الدعوة، الدعوة لم توجه له من البيت الأبيض، وجهت له الدعوة من الكونغرس، وهذا يعني يعكس اختراقا للبروتوكول او المراسم الامريكيه التي يفترض ان رئيس وزراء دوله اخرى هو في مرتبه رئيس يعني رئيس دوله يتوجه له دعوه من قبل الكونغرس، وهي لثاني مره يقوم بها الكونغرس حتى في زمن اوباما وجهت له دعوه من الكونغرس 2015 ان لم تكن الذاكره، ثم هذه الدعوه لم توجه له دعوه من البيت الابيض. نعم. وحاول كثيرا ان توجه له الدعوه من البيت الابيض، لكن بايدن لم يوجه له الدعوه منذ ان جاء البيت الابيض. هل يمكن اعاز ذلك الى الحرج الكثير الذي اوقع فيه نتنياهو البيت الابيض بالاستمرار في هذه الحمله العسكريه الغاشمه على قطاع؟ لا هو الامور تتجاوز ذلك، لأن هذه الحرب يعني وتمددها نشأ بقرار أمريكي. نعم. يعني عندما تزودني أنت بكل ما أحتاج إليه من أسلحة وتدعمني سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن باستخدام الفيتو، هل مع ذلك أنك ضدي؟ لا، ده أنت معي. لكن هناك أمور أخرى تتعلق بعدم الانسجام في الكيمياء الشخصية بين الرجلين، ونتنياهو أحيانا يتجاوز السقف الموضوع عندما يعني انتقد بايدن علنا أكثر من مرة، وهذا لا يجوز بين حلفاء. يعني إذا تكلمنا من حيث المنطق، يعني حليفك الرئيسي هو بايدن الآن، يقدم لك كل ما تحتاجه، حتى عندما أعلن بايدن أنه يعني أرجى إرسال قنابل ذات ألف رطل بعد فترة تراجع وأرسل له كل ما يحتاج إليه مصلحة. ورغم ذلك نتنياهو يقوم به عبر تصريحات وعبر فيديوهات واستخدام وسائط الإعلام الصهيونية وحتى الأمريكية بتوجيه الانتقادات الحادة لبايدن. وبالطبع يعني حتى اللقاء اللي استمع مع بايدن بالأمس كان لقاء فاترا، لم يكن فيه الحيوية التي كنا نشهدها بينه وبينهما عندما زار بايدن تل أبيب في مطلع في 17 من أكتوبر الماضي. نعم. طيب، هناك أيضا ملاحظة مهمة والبعض توقف عندها في لقاء كامالا هاريس مع نتنياهو. صدر مقطع فيديو مختصر يعني ربما لم يتجاوز الدقيقة للاثنين يسلمان على بعضهم البعض أمام الكاميرات ثم ينسحبان من القاعة ثم لا أكثر من ذلك، وبعدها كامالا هاريس تظهر في إفادة صحفية منفردة وتقول بعض التصريحات وكفى، ولم يظهر معها نتنياهو بشكل مشترك أو يظهر نتنياهو بشكل منفرد ليعلق على لقائه بهاريس. هذا يطرح أيضا سؤال، هل هذا مقصود بالاتفاق بين الطرفين؟ هل هذا نوع من أنواع توزيع الأدوار في إطار هذه الزيارة؟ أنا تقديري الشخصي وقد أكون مخطئا أن نتنياهو يريد ألا يظهر لترامب، لأنه يتوقع أن ترامب هو القادم بقوة للبيت الأبيض في الانتخابات المقبلة. نعم. وبالتالي لا يرغب في أن يظهر إلى جانب هاريس حتى لا يثير غضب بايدن، لأن بايدن يريد تمهيد الأرض جيدا في علاقته مع ترامب، لأن بايدن غضب عليه عندما أعلن ترحيبه بفوز ترامب. نعم. بعد سقوط ترامب وفوز بايدن، نتنياهو أعلن ترحيبه بفوز بايدن، لأن نتنياهو رجل براجماتي وعملي يريد أن يحقق مصالحه. أدرك أن ترامب سقط من البيت الأبيض ورحل عنه، وبالتالي جاء رئيس جديد، فعلى الفور أعلن تأييده وترحيبه به. وهنا ترامب أعلن غضبته الحادة ضد نتنياهو واتهمه بالخيانة
يعني انه خان الصداقه وخان العلاقه وخان. طبعا هو الامور لا تقاس بهذا الشكل. هو يعني نتنياهو راى مصلحته مع هذا الرجل القادم، والان هو راى مصلحته ان او متوقع ان بايدن سياتي للسلطه، لا يريد ان يظهر بقوه مع المرشحه التي بدات تنافس الان بايدن بقوه. كان ترامب في الفتره الماضيه ايام ما كان مطروحا امامه بايدن كان هناك فارق كبير في النقاط حسب استطلاعات الرأي، لكن الفارق يتقلص الآن. لا كمان لا، كان بايدن يتكلم هارس. أحد انتقاداته لترامب، أحد انتقاداته لبايدن أنه رجل يعني بلغ 81 من عمره، وبالتالي يعني أصبح في عمر لا يؤهله لأن يحكم أمريكا، واتهمه بأسوأ الصفات. والآن بينما هاريس أصغر من ترامب، فباتت المسألة أو التفوق لصالحه. ومن ثم وترامب الآن 78 عاما. نعم. ومن ثم ستوجه أيضا انتقاداتها لترامب أنه رجل اقترب من 80. لم تعد فكرة السن في صالح ترامب ومن الآن. ومن ثم يعني حتى استطاعات الرأي العام داخل أمريكا الآن تعطي نتائج أقرب ما تكون إلى أن نقطة ونقطتين في الفارق فقط. وبالتالي على مدى الفترة لأن تعمل الآن بحركية ونشاط واسعين. نعم. تحرك وبدأت حملتها الانتخابية بقوة، تحركت في أكثر من ولاية، جمعت خلال ساعات قليلة 81 مليون تبرعات، وذلك أمر يحدث لأول مرة. نعم. ومن سمع وعسوم هناك هي مدعومة من التيار اليسار داخل الحزب الديمقراطي، مدعومة من مختلف القيادات الكبرى، آخرهم كان أوباما. الذي في أوباما في البداية كان يرفض ترشحها، الآن أعلن ترشيح موافقته وتأييده لترشحها، ومن ثم أغلب قيادات الحزب الديمقراطي معها. نعم. مندوبين الحزب الديمقراطي الذين هم منط بهم أن يختاروا المرشحة للحزب تقريبا أكثر من العدد المطلوب، وافقوا على تأييده، ومن ثم في اجتماع الحزب 7 أغسطس المقبل سوف يختارون هذه السيدة. نعم. ومن ثم سوف تختار نائب الرئيس، وقامت تقوم الآن بحتى اتصالات لاختيار، يعني تتعامل كما لو كانت بالفعل حظيت بهذا. هي الأمور ستأخذ مجرى حملة انتخابية شرسة في هذه المرحلة بين ترامب من ناحية. نعم. بزخمه الجمهوري والمجموعات العرقية والشوفينية واليمينية المتطرفة سوف يدعمونها بقوة، مقابل هاريس التي تدعمها مجموعات يعني نقول أقل همجية وأقل شوفينية وأقل عنصرية، ولكنهم في الأخير الكل يجمع على حماية أمن هذا الكيان الموجود. نعم. في الشرق الأوسط. لابد أن نتوقف عند تصريح أيضا صدر قبل قليل لدونالد ترامب، وهاجم فيه كمالا هاريس مباشرة من بوابة الأزمة في غزة. ترامب قال إن تصريحات هاريس عن إسرائيل تنم عن عدم احترام. الرجل يهاجم هاريس مباشرة، يصف تصريحاتها وما يمكن تأويله من هذا التصريح من هجوم على شخص كمالا هاريس، وبالتالي هجوم على الديمقراطيين ورؤيتهم تجاه ما يحدث في غزة. هل يحاول ترامب الاصطياد في الماء العكر في هذه المسألة، أم أنه يضرب مباشرة في شخص السيدة التي قد تكون مرشحة أمامه، أم كل هذا مختلط؟ كل هذا يعني أتفق معك أن كل هذه الأسباب تجعله يقوم بتوجيه هذا الانتقاد، خاصة أن هذه السيدة لم تنل من الكيان ولا من نتنياهو، لكنها بالأمس قالت إنه يجب وقف الحرب، وقالت ما قال ذلك ما فكره البعض يعني ثم الدفء، لكنها قالت بوضوح أنا مع أمن الكيان الصهيوني، إذن لا فرق. ترامب كما قلت لك سيتكلم أو يستخدم اللغة الجرأة الوقحة في التعبير عن دعم الكيان، وأنا قناعتي أنه سوف يعيد إنتاج ما طرحه في خلال فترة الرئاسات الأولى، بالذات فيما يتعلق بصفقة القرن وتطبيع سيفرض التطبيع مع دول عربية أخرى. بايدن حتى الآن لم ينجح في التطبيع، لكن بايدن ترامب لديه قدرات خاصة واستطاعات خاصة، واستطاع إقناع 4 دول عربية بتطبيع مع هذا الكيان، وأنا قناعتي أنه سوف يدفع أطرافا عربية أخرى. العين يعني كما نرى وكما نشاهد ونقرأ، العين على الرياض، المملكة العربية السعودية. نعم. وحتى الآن المملكة العربية السعودية تتبنى موقفا عربيا صلبا، وأتمنى أن تتمسك به حتى آخر لحظة، لا تندفع باتجاه أي خطط تطبيعية إلا بعد
بعد أن يتم الإعلان عن الدولة الفلسطينية الكاملة. اللي ما يتم عن الدولة الفلسطينية فلا لا مبرر لتطبيع مع هذا الكيان. إحنا لدينا في الجانب العربي مبادرة واقترحتها السعودية الملك الراحل عبد الله، مبادرة عربية للسلام تقوم على تطبيع كامل في حالة الانسحاب الكامل من الأرض العربية. حتى الآن الكيان الصهيوني لم ينسحب، بل هو يقوم الآن بعدوان وحشي وحرب إبادة في غزة. نعم. وصل إلى 40,000 شهيد وأكثر من 90,000 جريح، إلى إضافة إلى عشرات الألوف من المفقودين. في مقابل هذه الحالة لا يجب أن تقبل أي دولة عربية تطبيع، وأنا أطالب من هذا المنبر الدول العربية تطبعت ما هذا الكيان بأن تخفف غلواء التطبيع، أن تتخذ خطوات عملية. نعم. ضد القيان، خاصة أن في قرار من القمة العربية توقدت، قرار من القمة العربية توقدت في البحرين باتخاذ إجراءات عملية للرد على عدوان الكيان الصهيوني على فلسطين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس. السؤال لحضرتك أيضا، ولكن هذه المرة من وجهة النظر الفلسطينية، إن كان يمكن أن ننصح صانع القرار الفلسطيني في هذه أو في هذا التوقيت، ماذا يجب أن يفعل استثمارا لكل ما يحدث ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل في محاولة لإخراج أفضل ما يمكن الوصول إليه لصالحه وصالح قضية؟ أنا دعني أتكلم بوضوح للطرفين الفلسطينيين الرئيسيين حماس وفتح. أقول لهما وهما حركة تحرر وطني، كلاهما حركة تحرر إلى جانب الفصائل الأخرى، لكن هما الحركتان اللتان يعني تهيمن على المشهد الفلسطيني سياسيا في الضفة فتح وعسكريا في غزة. أقول لهما بوضوح، عليكما أن تنتبها للخطر الحقيقي، خطر الكيان وخطر الدعم الأمريكي أيا كان الرئيس القادم أو الرئيس أو المرشح القادم، أن يقوموا بإعادة الاعتبار لفعل المصالحة الوطنية في ضوء الاتفاقيات التي عقدتها مصر. نعم. وفي ضوء واتفاقيات الجزائر واتفاقيات موسكو، ثم الاتفاق الأخير في بكين، اتفاق بكين الأخير بين الفصائل الفلسطينية شاركت فيه 14 فصيل فلسطيني، اتفقوا على مجموعة من المحددات. أنا في تقدير لو طبقت وتم تحويلها إلى برامج عمل على الأرض سيكون بمقدور أن تتصدى لكل مشروعات الكونسل. يكفي أن نص واحد فقط، اتفق الجانبان أو الفصائل الفلسطينية على أن تشكيل حكومة مصالحة توافق وطن أو مصالحة وطنية تدير حرب غزة بشكل مؤقت بعد انتهاء الحرب. هذا يرد على كل المحاولات التي طرحها نتنياهو في خطابه في الكونغرس عندما قال يعني أن ستظل الكيان الصهيوني يعني فارضا قبضته العسكرية على أمن غزة، وربما يستعين يعني بشخصيات فلسطينية من هذا القبيل. وبالتالي الآن هناك رؤية فلسطينية تم بادرتها في بكين لإيجاد حضور فلسطيني قوي في غزة. نعم. بمشاركة فتح ومشاركة حماس وكافة الفصائل لإدارة غزة بعد الحرب، بمعنى لا تنفرد غزة حماس بغزة وتنفرد فتح بغزة في المحاولة إلى الوصول إلى إدارة وطنية كاملة، إدارة وطنية حقيقة. لكن طبعا هذا الكلام يعني قد يكون يبدو من المثاليات في هذه اللحظة، لأن الكيان الصهيوني مدعوما بأمريكا، كلاهما يرفض وجود غزة، وجود حماس، حتى لو كان خلف يعني نقول خلف ستار، يعني ستكون هناك حكومة فلسطينية مؤقتة، حكومة وطنية. لكن هم يرفضون الحق في الوجود لهذا. لكن هنا لحركة حماس عليهم إذا تمسكوا الفلسطين بوحدتهم الوطنية الحقيقية وتجاوزوا خلافات المصالح والسلطة والثروة، لأن الخلاف يأتي لكل طرف بسلطة وبثروة. نعم. تجاوزوا هذه المصالح الزائفة، لأن هناك مصلحة الوطن الفلسطيني ومصلحة الدولة الفلسطينية القادمة. صحيح الكيان الصهيوني اتخذ قرارا في البرلمان الخاص به الكنيست قبل الأسبوع الماضي. نعم. برفض إقامة دولة فلسطينية، ولكن الدولة الفلسطينية منوطة فقط بالفلسطينيين وليس بقرار من نتنياهو ولا من كت ولا. نعم. من أمريكا. نعم. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم الأستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الرؤى. أشكر متابعتكم مشاهدينا الكرام لهذه التغطية، ونستمر مع حضراتكم في متابعة أهم وأبرز المستجدات على الساحات المختلفة عبر شاشة النيل للأخبار. إلى اللقاء.